مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في هذه السهرة الشعرية المميزة مع شاعر أعطى الشعر المهجري أجمل وأروع القصائد، هو الشاعر عصام ملكي. ابن بلدة بتشنزين الشامخة في قورتنا الخضراء. وبما أن البرنامج لا يحتوي على قراءات شعرية من كتاب شرب العيني زينة الشعار، سأقوم أنا بالمهمة وسأقدم المتكلمين بأبيات شعرية اخترتها من كتاب شاعرنا الكبير عصام ملكي، فكل الأشعار التي ستسمعونها هي له مع تغيير بسيط، وهو استبدال اسم شرب العيني باسم المتكلم كي تشمل محبة الشاعر عصام جميع المتكلمين. وسأبدأ. يا مجدلية كبارنا قالوا شرب العيني وين تمثاله، شاعر قدير وجبلته إلهام بغير العطا ما بينشغل الباله. الكلمة الآن للشاعر شرب العيني. أهلا وسهلا، صعب إني أقول الأغلى وأجمل ناس موجودين بداركن انتو، ومش معقول نرحب بأهل الدار يا حلوين. حلو حلو. لما على هالدار طليتو بشعاع نور العتم ضويتو، ومش بلي رقصتو غنت وهموم بشم الزين نسيتو، ومهما أصايد هالحفل جنت انتو بوتر هالقلب دقيتو، ربوع الوطن لرجوعكن حنت، ربوع الأرز وبعلبك وصنين الكرمالهن بالدم ضحيتو. جمعية الإنماء جمعتنا وعصام ملكي شبرق شبابه، الأيام عم تفرح بصحبتنا مثل الزهر فرحان بترابه، بالوزن عم بيزيد وزنتنا وبحر الشعر بيروض احبابه، شاعر رفع بالهجر كلمتنا وقال لي تعيش العمر بكتابه. حلو حلو. يا ست بهية يا منارتنا كتابك دوي يا فرحة اصحابه، عشتي وعيشتي بغربتنا شعار لولا محبتك غابوا، الأشعار سموكي رئيستنا والقلب شرع للشمس بابه. من الولدني لتلوش شيبتنا اكتبنا تزاد الحرف آدابه، رفضنا تنلطى خلف كذبتنا ونلغي أدب ونزيح أربابه. شعار مثل غصون أرزتنا شاب الدهر بالشعر ما شابه، شعار ضو حروف صفحتنا برك الوطن بيرد غيابه، مركب مجد والبحر ساحتنا والمجد عارف مين ركابه. حلو حلو. أحباب رح يحكوا بسهرتنا صرح الأدب عم يرفعوا عتابه، أسماء مثل الشمس ضوتنا تا أشكرن هيدا قليل كتير، الكبير ما بده شكر الكبير بيعطي وبدل العز بجيبه. شكرا وأهلا وسهلا فيكم. ست بهية مين مثل مين بالعصر صاير اسمع وناوين، مش بس معروفة محامية عملت لنا بالشعر جمعية، وصارت سفيري للسلم هي عنك كتابة مثل غنية بمئتين صفحة وفوقها عشرين. يس. الكلمة الآن للدكتورة بهية أبو محمد بطل. مزبطن كلنا. استاذ عصام طول عمرك استنبش كاس استيشال بتنكي بريماش على السهرة. نشكرك انت على جمعيتك. من كان فوق محل الشمس موضعه فلا يرفعه شيء ولا يضعه ابو الطيب متنبي، استاذ عصام انا بشبهه ابو الطيب متنبي القرن العشرين، رح قلكم ليش.
It gives me great pride to stand tonight here at this beautiful small Mejlaya. I would say a small video. I can see myself in Mejlaya tonight. The beautiful smell of the wood. People from Mejlaya, the hospitality, generosity. Thank you very much, Mr. Sherby, and each and every person from Mejlaya, and each and every person present. How can I describe Hassan Melki, with all due respect to his title? سألوا مرة سؤال واحد اختصر لي محمد عبد الوهاب جوابه كان كيف بدي اختصر بحر من موجي استاذ عصام نابغة شعرية أرزي من أرز لبنان الماء وقفت ولا انحنت بالعكس تعطي عطول استاذ عصام قلت لكم قرن المتنبي قرن العشرين ورح لكم ليه بشعره من شعره ليش عنده لغة الهجاء ما حدا يعني قدر يوصل له بلس الشعر موزون ما فينا نقول عصام ملكي منقول الوزن تعرفت على استاذ عصام بس جيت على استراليا وما كنت حبه بضلني عندي يا الله كل ما يقول شاعر شيء على المنبر اللي هي مكسور هي معقول يا الله جيب عندنا الشاعر طلع اخر شيء كيف ما بده الواحد يحب استاذ عصام لانه سهران على الوزن والسهران على الآفة ما بينحب وعمره ما يحبه نحن نحبه لأستاذ عصام طلعنا لعنده على سهرة وان داي كنت أنا معينة وزارة الخارجية لحتى رم من بيت الأنصلية اللي هون طلعنا على مساعدة الأنصل والديليجيشن لعند أستاذ عصام اللي عن جد هو مدامته مشكورة الهوسبيتاليتي الكرم حاتم طي وأم فيري proud to be one of your friends. في ناس كانوا عم بيحركشوا بالأنصل مثل عادل اللبنانية ما عندهم شي بيفتحوا جبهات على بعضهم ما عندهم بعرف ليش عم بيحركشوا بالأنصل استاذ عصام كان هتلر on that day وقال له يا حباب انتو نغم على العود والقانون يا حباب انتو نغم على العود والقانون وفيكم بيشوف الوحي تصريف أعماله وانصل بلدنا بالمقدرة معجون كتار اللي قالوا أنا من جملة اللي قالوا لما بيجي وبيحكي عن القانون كونه محامي العدل مستقط بخياله غانم غنيمي لنا وبيطار فيه يكون يلي على ظهره خرج ومضيع جلاله حلو حلو غانم غنيمي لنا وبيطار فيه يكون يلي على ظهره خرج ومضيع جلاله ثلاثة مفلو عرفنا مين عرفنا مين على ظهره خرج استاذ عصام ما استرجوا قعدوا لانه في بعد زيد مالي عين اولى غمق بالموضوع الله يطول عمرك نحن بنفتخر فيك استاذ عصام ليلي تكريمك نحن مقصرين ان شاء الله بنعمل لك تكريم اكبر واكبر بالبرلمان ربنا يسمح وتانكيو لكل شخص حاضر وان شاء الله كرمتيه بالبرلمان بعد بدي اجيب له رقصات هالمره ان شاء الله كل انسان بيشتغل بثقافه وثقافه بتعمر كل باب مفتوح في عبده معك من مصر باب مفتوح للجميع والثقافه ما وقفت وان داي باب الثقافه واسع كثير كل انسان هالميدان موجود بننزل كل انسان عنده مثل ما قال استاذ شوقي عنده عيون ودنان وبنقدر نعرف مين القمح ومين مين الزوين. Thank you very much, ladies and gentlemen. مش كل واحد بالسكا حلق وعا كعبة افكار وشعر علق شديقنا بصفحة التاريخ مسجل عظيم الشان من هلق الكلمة الآن للبروفيسور أمين الشديا يا هلا أيها الحضور الكرام في الشعر والنثر وفي نظم الزجل حققت أهدافا ومن غير وجل نلت الأماني فوق طاقات المدى قد صح قولا من مشى دربا وسط ثابرت في نشر القوافي للملا في العز والأمجاد صافحت الجبل المرء يفنى غير من يبني هنا للشعر آمالا وهل يخبو الأمل
إن شئت أن توحي بما يحلو الثنى عن شرب عند الحالي أذكر ما فعل. شكرا. نحن اجتمعنا في لقاء ها هنا مع شاعرين فيهما جاد الأزل في عصبة الشعر عصام قد غدا للشعر ميثاقا ولا يدري الكسل. ملكي عصامي ولا يخشى الوغى خير الصديق يضرب فيه المثل. شربل وملكي توأمان فيهما يسمو العطاء والوفاء خير العمل. فالشعر للإنسان كون زاخر في الفلسفات وفي الحنين والغزل. والغربة في شعر شربل تشهد كم زهرة منها اقتنى شهد العسل. أعطى الحياة لآلئا وزمردا رغم المشيب وفي الشباب لم يزل. عم بقوينا. قد ألبس الكلمات أجمل حلة الشمس منها تنسج سحر الحلل. 50 عاما في نضال مزمن تختال عملاقا وتشدو كالحجر. يا رامو بقول لك بلش مئزاز الدوري ما فينا نقول عنه باز عن كل شعر بتكتبه للناس العالم بيقولوا شو حلو ممتاز. القصيدة الآن للشاعر رامي عويس الغائب بسبب وفاة أحد أصدقائي يلقيها بالنيابة عنه الأخ أسعد بشارة فليتفضل. بدو بعين الشمس يتطلع رح ينأذي عيون الشمس من نار القادر على عرش الشعر يتربع بيصير اسمه زينة الشعار. حلو حلو. شربل برق اصدارك بيلمع ومشيت قبل الكل بالمشوار من طلعتك مثل النسر بتطلع وعدرب عمرك تفرش الاشعار ويا الاحلى بينهم بنحتار. لك يسلم. وملكي الشاعر صاحب السمعه سبك الاوافي ما عليها غبار بقصايده بتشرقة اللمعة والوزن قلو ريس المضمار. أسهم حروفه كتير مرتفعة عنه حكوا أهل الشعر الكبار والنبع منه بتهدر الأنهار ومن طلعته عأمة الطلعة وختيار ما بينقال للختيار. عم بسلم عليه. حلوة هاي. لا هسه ما خلص ما خلص. حلوة. وشاعر وفي للحقد ما بيسعى مش مثل غيره من القوي بيغار. كتابك يا ملكي للوفا شمعة شرب الندرتة شعة الأنوار. كتابك ورود الكون مجتمعة باقة عشكلة ما جمع نوار. تسلم يا ملكي جامع الأزهار وعمرك يطول يطول يا ختيار. يا الله. إلي علينا طلة عيد عن على باله بشطنا يرسي قالت الأهلا كيفك ابن بعيد والمرحبا جابت إلو كرسي. الكلمة الآن للأستاذ إلي نصيف فليتفضل. مساء الأدب والشعر والثقافة مساء المحبة والأخوة والأصدقاء مساء الخير. بداية أتقدم بالشكر والامتنان لشاعر الغربة الطويلة الأستاذ شربل بعيني على استضافته لهذه الأمسية الشعرية القيمة. كذلك الشكر الجزيل والاحترام للمحامية الأستاذة بهية أبو حمد رئيسة جمعية إنماء الشعر والتراث لتبنيها.
الشاعر عصام ملكي ابن بشم الزين الشامخة في منطقة الكورة وجارة ضيعتي الحبيبة قرصرون. ألف المجلدات الشعرية في المهجر وكان من أوائل الذين نشروا الشعر الدجلي بشكل مميز يليق به ويجعل الديوان والشاعر متلازمين لا ينفصل أحدهم عن الآخر. كان يقيم ويشارك بالأمسيات الأدبية والشعرية بانتظام وقد شارك في أكثر المناسبات الزجلية لكبار الشعراء عند زيارتهم استراليا كفرقة زغلول الدمور وجوقة القلعة. لأنه الزغلول بئر وغيرهما. وذات ليلة في السبعينات وفي أمسية زجلية ودية في منزل أحد أصدقائه في ساوث كوجي جرت مباراة ارتجالية بين الشاعر المخضرم زين شعيب المرحوم زين شعيب والشاعر عصام ملكي. وبنهاية الجولة ختمها زين شعيب بما معناه وليس بنفس الكلام. أنا كنت حاضر يعني المناسبة. عصام ملكي بسدني مكمل صفاته وبيقول شعر موزون معمق بآهاته وبحضور زين شعيب يعتبر انه شاعر قدير يتفوق بجولاته. يعني هذه قيمة كبيرة لما بيكون شاعر كبير مثل زين شعيب عم يعطي هيك شهادة للشاعر عصام ملكي. ولمتابعة نشاطات وأعمال الشاعر الكبير علمت ما حصل معه في التسعينات على ما أعتقد، حيث شاءت الظروف أن يضطر إلى الانتقال من منزل لآخر قبل أن يدفع الديوان إلى المطبعة، والديوان كان دمع أحمر. كل ذلك بسبب فوضى ضب العفش والأثاث بصناديق وأكياس وبسرعة متناهية، حيث استقر الديوان لسوء الحظ في أحدها وبالقرب من أكياس النفايات. وعندما استقر في البيت الجديد تفقد الشاعر أوراقه واكتشف أن الديوان غير موجود، ويا لها من فاجعة. وفي تلك اللحظة خيم عليه الهم والحزن والألم والقنوط، تعب الليالي وعصارة الفكر ذهب أدراج الرياح. مظبوط؟ إنها بالفعل لكارثة، ولا أدري كيف تصرف عصام في حينه وكان الله بعونه. أما الليلة يهدي الأدب والجالية كتابا جديدا عن صديقه الوفي وشاعر الغربة الطويلة بعنوان شرب العين زينة الشعار، وهذا دليل على محبته لزملاء الشعر والأدب والثقافة، وليثبت للجميع أن أبناء الكار الواحد لا يغارون من بعضهم بل يرفعون من شأنهم عاليا. هنيئا لك أيها الشاعر العصامي الكبير بمولودك الجديد، راجيا لك الصحة والعافية والعمر الطويل والمزيد من العطاء وبإذن الله. ومبروك لشاعر الغربة الطويلة الصديق الوفي شرب البعيني، وإلى المزيد من الهدايا التي تستحقها عن جدارة. من دون أنت من بني قومي واليوم كنت محسبه يومي، دقات قلبي ما قدرت حاكيك ولا قدرت هلا اقول اهلا فيك، كانت يا اهلا فاقعه نومي. الكلمه الان بتاعت ابي محمد السكري. كله من احلى بالضبط بالضبط صح وصح.
مسيكم بالخير. الحقيقة اليوم أنا مثل ما قال الشاعر شرب العيني إنه شعراء كانوا دائما يقعدوا بهيك جلسات حلوة وظريفة وكلها محبة، وبطلب طول العمر لشاعرنا الكبير الأستاذ عصام المكي لحتى يعطينا أكثر من الشعر والزجل والأدب. كم هو جميل أن نلتقي اليوم في حضرة الشعر والشعراء، في حضرة المثقفين والأدباء، في حضرة الإعلاميين والأصدقاء، لنسمع صفو الأشعار من شاعر كان له صولات وجولات في مضمار الشعر والزجل، وله بصمات مميزة في دفع الحركة الشعرية في أستراليا إلى الأمام، ورفع الرايات الأدبية خفاقة في أغلب مناسبات الجالية، ألا وهو الشاعر الزجال عصام ملكي. اليوم نلتقي لحفل توقيع كتاب الشاعر عصام ملكي شرب العيني زينة الشعار. يناجي الشاعر عصام في كتابه شرب العيني زينة الشعار بنات أفكاره لتلهمه جزوة الشعر وتعطر قوافيه بأجمل المعاني التي تليق بصديق العمر الشاعر والأديب والمربي. وزينة الشعار شرب العيني، فما بين شرب وعصام همزة وصل، همزة وصل إبداعية وصلة وصل أخلاقية وإيمانية. عرفت الشاعرين الصديقين منذ أن وطأت قدماي هذه البلد، فهما خيرة الناس وخيرة الأصدقاء. من القلب من القلب أوجه التحية لهما. ليس الشعر صورة معروفة وليس له أصل ولا فصل، ولد في مغارة الفكر من خلال التزاوج بين الإحساس واللغة، وكل شيء يخاطب الإحساس هو نوع من أنواع الشعر. فلا داعي للشعر أن يعمل على تنميق القوافي والكلمات ويعمل على تجذيبها فتفقد بريقها وتسافر بعيدا عن القلوب المتيمة بحب الشعر. تكمن قيمة هذا الديوان المؤلف من 70 قصيدة في عدة أمور أهمها. لنبدأ بالعنوان الذي أطلق عليه الشعر ملكي شرب العين زينة الشعار. في العنوان يكمن مدى الاحترام الذي يكنه الشاعر عصام ملكي لصديقه الشاعر شرب العين، فقد خلع ثوب حب الذات البشرية وألبس شرب العباءة التقدير والاحترام، يعطي هذا اللقب الجميل من دون مجاملة، مدفوعا بأواصر الصداقة ونورانية القلب وعشق الإبداع ووهج الإيمان، حيث يقول في قصيدة كتاب شرب العين: وفي حق الآب، حق الابن والآب، وهيدي الحقيقة، وأنا ما فيه إلي غاي، قدم كتير وعطى، عنده وحي مزراب وما غاب عنه وهج عينين العناية. الشعر مرآة وتاريخ المجتمع ولصيق بهمومه وطموحاته، وفي نهاية المطاف خلاصة صائبة لتجارب محيط الإنسانية. ومن خلال الشعر نطلع على ثقافات وعادات وتقاليد الشعوب، حيث كان يقال في القديم أن الشعر لسان حال المجتمع فيه، فهو المادح والهاجي والساخر ومسفه الأعمال الوضيعة، وهذا ما نراه في قصائد الشاعر ملكي. المن حدا قاعد على طاولة الشرف، لا تزعلوا نقلنا عم يزيد القرف، في ناس نفق الصدر جايب لهم خرف، في ناس صاروا من الغنم لهم طرف. شوفوا منتهى السخرية. زعيد زعيد. من قاعد على طاولة الشرف، لا تزعلوا نقلنا عم يزيد القرف، في ناس نفخ الصدر جايب لهم خرف، في ناس صاروا من الغنم لهم طرف. عند البلد يعني.
التمسك بالقيادة. نرى الشاعر ملكي ملك مفاتيح الشعر بتعابيره الأنيقة ولمساته الرقيقة، وهو يستل المفردات من غند اللهجة المحكية من نبع تعابيره العفوية، لكي يوصف لنا القيمة الشعرية المقرونة بالقيمة الأخلاقية عند الشاعر شرب العيني. فلم يكن الشاعر بعيني في نظره مجرد شاعر مبدع، وإنما هو يتحلى بكافة القيم الإنسانية الجيدة، وهو كذلك الصديق الصدوق، وأنا أرى ذلك في وصف شربي. أنت خلقت إنسان إنساني، وشعرك شعورك واللطف موزون، صار له زماني إلك زماني، لك هيك الصديق يكون أو ما يكون. في قصيدة تانية حكي معه بيقول له: يا شربل بعيني انت حساس والفول ما كيلته بالمكيول، بقول لك انا وبلسان كل الناس غير الحكي المعقول ما بتقول. هو ملاحظ انه عصام مو بس ما يقيم شعر شربل بعيني وابداعه، ما يقيمه انسانيا وما يقيم الصداقه القايمه بيناتهم على اساس محبه صداقه اخوي ولا فيها غيري، لبسوا ثوب وعباء الشعر بكلمة زينة الشعار. الظرافي: لا تخلو قصائد عصام من الظرافي والنكت والابتسام، نرى ذلك في قصيدة طبيب الأسنان. لا يا دكتور الإبري سن وشرب اللي بعيني داري، وقل له يتهنى بالسن اللي بده يحطه عياري. وفي مكان آخر ينقلك إلى جلسة أصدقاء، حيث يسكر الشعر في أقداح قصيدة عرقات، حيث يقول: عرقات يا شربل بدون مراوغة من مالتي بالفعل على قلبي عزيز، إن شميت ريحته دون مبالغة لمح البصر بتصير تحكي مالتيز. نحن بتحكي تشاينيز. لكن المالتيز كانوا لبنانيين. تشاينيز. ذكرني كان عنا بالضيعة شاعر تقريبا يعني بتعرف الشعراء القدماء، كان عنده كلب دائما الكلب حوله مربى. هلا في جيرانه ابن قاتل مع بيه، والابن اعتدى على الأب، راح لعنده قال له جاي وجايب، لا قال له الدنيا ماشيه بالقلب، بيك اكبر من جدك جاي وجايب لك هالكلب، عضه قبل ما يعض. الوطن في البال، دائما الوطن هو موال الشعراء، موال المغتربين، وموالنا كلياتنا. ينقل عصام ملك الإحساس والشعور بالوطن وعشقه من خلال معرفته بصديقه شربل ومدى تعلقه بوطنه لبنان، وبشكل خاص بقريته مجدليا، حيث يخاطبها قائلا: يا مجدليا مجدليا سوري يا مجدليا تهني بشربل بعيني ألف تتهني، اسمك رفع بالمغترب تصار عكل منبر للدنيا يغني. وفي مكان آخر يقول: مين اللي عنهم قال يا عيني، مين اللي ما بيوفي ديني، مين اللي بيشعر وبيخلق التلوين، مين اللي مين القلب من تلج صنين. هون طبعا قصده تلج صنين انه بياض قلب شربل ومحبته. مين اللي بيضل مرجح العيني، مين قوله مين شربل بعيني. في الختام للصديقين العزيزين اقول: شربل زينة الشعر والشعار، وقوى فيك ملاعب هنية يا أمير، أنت بين الأقمار
حروفك للمجد ضاوية عصام قدم لك زهوة الأشعار وسيرت عنك غنية اليوم الشعر فرفح وطار لشرب العصام كل التحية حلو ألف مبروك الله يديمك يا ممدوح بسدني النثر عالشعر عامل انقلاب صار الضمير الحي بده مراجعة لطيف قال لي اليوم اطلع كتاب ما زالهم اخذوا حروف ومقاطعة مع قصيدة للشاعر لطيف مخايل خليك تفضل غزل يا لطيف بدك بعصام مجد واحدة عملناها هلا تطلع معنا مزبوط ممدوح اللي دخلت الروح مثلك ما بلاقي تاني سلام قلبي بيفرح يا ممدوح سوري بتحكي لبناني بس ما عرفوا مش زي ترجمة بالسوري لا مش زي في قصيدة أنا قايلها بخي شرب العيني هيدي أحب قصيدة على قلبي لهالسبب حبيت الكن ياها اليوم وحبيت غنيها بنغمي زجلية قلت له لخي شرب اوف 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 يا شرب الانت شاعر قبل جيلي لنشر الحرف بعتبرك دليلي نحن صغار بالأشعار كنا وإنت قاطع دروب المستحيل يا شرب الإنت شاعر قبل جيلي لنشر الشعر باعتبرك دليلي نحن صغار بالأشعار كنا وإنت قاطع دروب المستحيل مثلك ما التقى إنسان عنا لدعم الحرف والكلمة الجميلة لام الفكر كتبت قبل منا شرب للمهمات التقيلة وعنه خبرت أحمد وحنا وإذا ما كتبت بتطلع بخيلة إسلام بموقع غربتو ياما حضلنا حضنة شمس لزهور الخميلي وعى الأرز ع صوت المعنى وصوبوا يا قلوب الناس ميلي بغربة شرب بنقشع وطننا ووطننا بغيبتو غربي طويلي لكسلم تمك ويا ملكي قول للعالم وردد ويا ملكي قول للعالم وردد بإنك للشعر بيت محدد وعلى اللي جاب للشعر الأزي ضروري ضربة معلم تسدد ويا ملكي قول للعالم وردد بإنك للشعر بيت محدد وعلى اللي جاب للشعر الأزي ضروري ضربة معلم تسدد وأنا عندي الزجل هم وقضية بأجواء ونويت الغيم بدد ولهالأسباب جايب هالعشي صفات الشاعر الموهوب عدد الشاعر من حلى الكلمة الطلي عن عرش الملك قادر يهدد وبميزان الغنى والشاعري بإدي سكة المنبر يقدد أنا خيك مثل ما قلت خيي وبعطفك قلبك القلبي مودد
ربع قرن وصدائتنا سوية وعلى الغدر ومنابرنا نندد كنت ريس لعصبتنا القوية كنت ريس لعصبتنا القوية ورفعت منبر الكلمة يتشدد العصبة اليوم صارت من تهية وأنا من بعد منك مع رفاقي جاي عصبة الشعار جدد وضروري الشاعر بساعد سروره يحكي الحق ويبين شعوره وشيطان الوحي يا قلب زركك وشيطان الوحي يا قلب زركك ومنحك ربنا لمعات نوره وضروري الشاعر بساعد سروره يحكي الحق ويبين شعوره وشيطان الوحي يا قلب زركك ومنحك ربنا لمعات نوره وبعد ما بمطهر الايام فركك وشعري عدني وزع سطوره وبعد ما بعركة الاشعار عركك الوحي بقصايد بيضمن مروره ويا ملكي شرب الدقيقة ما تركك الوفا تجلى بغيابه وبحضوره يا ملكي لا تزن وصار ملكك شرب الملك انصاره وناسه بموقع غربته ثبت حضوره سركيس كرم امجاد بركابه وما في ظروف بتطعج ركابه زورق بحر المسك والعنبر ونحن بني الشعار ركابه الكلمة الآن الأستاذ سركيس كرم تفضل مساء الخير أن نكتب عن شرب البعيني يعني أن نكتب عن سيرة عطاء غنية بأرفع القيم الإنسانية والفكر الخلاق والأدب المفعم بالأدب شكراً يا سركيس لم يتسنى لي شرف التعرف على شرب البعيني عن كثب واكتشاف شخصيته الفكرية والإنسانية خارج إطار الكتب والقصائد إلا منذ 8 سنوات علماً أنني كنت من الذين يرصدون في شخصيته كل ما شاهدته في المناسبات العامة تلك النبرة العنفوانية التي تعكس عندما يكترزه من انتفاضة ثورية بإيجابياتها ترمي إلى إصلاح المجتمع وتطويره من خلال النقد البناء وتوفير المثال الصالح الذي يعكس حقا ما يؤمن به ويسعى إليه ومن فكرة إلى أخرى حملتني خواطره إلى صدر أغوار المضمون الأدبي المشبع بالحكم والفلسفة الحياتية ولو إن شربل يؤكد أن الفلسفة هي أن لا تتفلسف مع إصراره على عدم الاستسلام أمام هجمات وانتقادات يطلقها فاشلون كاتبا عندما يبدأون بمحاربتك تكون قد وصلت صح. يكتب شرب البعيني وصيتي قبل أن أموت أن لا يقال أنني موت ونرد عليه كيف لأحد من عالم القلم أن يحاول ولو مجرد محاولة أن يتجرأ أن يقول أنك موت وبعد عمر طويل فكيف لمن لديه ثروة أدبية ما زالت تنمو وتكبر بفضل الفكر المتحرر الملتزم بالكلمة الطليقة التي لا يحدها الزمان ولا المكان أن يموت فيما اسمه لمع ويلمع وسيظل يلمع في ساحات ومنابر وصفحات الأدب والشعر شرب البعيني هو الإنسان والأديب الزاخر بالعطاء الثقافي الذي تناولت كتاباته عشرات الأقلام ونشر عنه العديد من الكتب واليوم يضيف الشاعر عصام ملكي بكلامه الثالث شهادات في البعين وعنه شهادات تزدان بصدقية الصداقة وزمالة القلم وإنسانية الإنسان
وكتابات وقصائد عصام ملكي عن شرب العيني وعن الحياة والحب تنافس إشراقة الصباح، تتراقص مع نغمات الابتسامة والروح المرحة المشاكسة التي تبلسم تنعش تفرح بذاتها لتحيا بما تمنحه من فرح. وأفكار عصام ملكي هي فعل حياة يتغذى من حبات السلوكيات المتنامية في بستان الوفاء، هي أعمال متحررة من عبودية اكتناص الفرص على حساب الغير، بل هي لتسلط الضوء على نجاحات وعطاءات الغير. يا ملكي الملك عقلوب ناس كتار، شفتك قصيدي غامرة الكبار، قريتك محبي مالي الوجدان، وكتاب انحفر عصخور من لبنان. يحيي عصام ومعزته لهالدار، شربل بعينك زينة الشعار، وشربل بعيني غار فوق غار. تسلم يا شركيس، والله يحمي على الاسم. شعري شعاع ولع نجوم الفلك، وقلل معنا عندنا مستقبلك. وشربل بعيني قال بنصوت إلك، ولما لقيت الكيف إحساسي امتلك. العصفور قال لي بزقزقة شاعر عظيم، وهلأ علينا صرت يا ملكي ملك. الكلمة الآن لصاحب الكتاب الشاعر عصام ملكي. الدكتور بجي بارع مقام وعلي، ولكن عنده عم بيعمل مشكلي. ما بيعرفوه مليح عنه بيسألوا، أعياد بيروح ما بيحمل سلاح، بيكون هو رايح التحت علي. الشت البهية بقول بكتيره قليل، جمعية الإنماء جابت مستحيل، بدها الشعر تيكون بالمعنى غني، وبيته بجنود الأبجدية ينبني بالذاكرة وما ينسى ما عايب السبيل. وعنتر أمين وحضرتي سيبوه. وعنتر أمير وحضرتي شيبوب، مثل الشمع ع بعضنا مندوب، ومثل المراية بشوف فيه الحال، بعرج وعصي عم بلعب الفوتبال، وما بنعرف الغالب من المغلوب. هذه بالنيابة عن رمي عويس. وعويس رمي شاعر بأوزان، بده الشعر يبقى عظيم الشان، أعمار بيته ربيش بينشمر زنده، هلأ تضل أشعار في عنده، ومن قبل كان عنده تضل لبنان. السيد إلي نصيف صاحب منزلي، بدخلت ع بيته لداخل منزلي. لا 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 أنا جاري بعدنا. السيد إلي نصيف صاحب منزلي، بدخلت ع بيته لداخل منزلي، وقايل إلو ما بقعد دقيقة بلاك، وبالتشمي بضل عندك ارتباك. هو إلو وبلا شك، وهو إلو عطول عم قلو إلي.
إيليا. وممدوح من عيلي شكاريه بيعطي من المطلوب كميه، ما في حرف عنده دقيقه ينام، بتلاقوا حكم وبتشهد الايام كل كلمه وزنها وقيه. ولطيف شاعر للوحي منبع هاللي معه، لطيف شاعر للوحي منبع من شوفته ليوم عم نشبع، هاللي معه بيحب يحكي اليوم مطلوب منه يرفع الاصبع. تركيز تركيز يوسف بيك سميته، سيفه علم ما بيقعد ببيته، وليوم عن فكري دقيقة غاب، إنسان ما بيطلع من الأخطاء أتحاب، جبت وفا وإخلاص أديته. ورئيس جمعية مجد ليا أنطون خوري أمها وبيا، كله محبة وعاطي وإخلاص، بيعمل لحاله في الحياة قصاص، إن ما بظل وجودنا تفيا. ويا رايحين الوين طوبي عالرجو، وشوفوا اجوا على الحفل ليتفرجوا، حكيوا كلام بيفرح، حكيوا كلام يفرح قلوب البشر، حكيوا كلام بيفرح بقلب القلوب، وقتلوا تمر ترحيبنا وشلحوا العجو، قولوا بلسان الحال ولسان الجميع يا ميت اهلا ومرحبا باللي اجوا. أنا أقول كلمة شربل عن الدين، شربل يا شربل بعيني البعض أصحابك، قول بعصا ليضربوا حسابك، بعد الوقت أصحاب إحنا من كوام سنين، بعده هيك بس بعد أصحاب نحنا من كوام سنين، علي برم تداخ دولابك، بقول لك قبل ما وقع كتابك، الله دخيله بعصرنا جابك، اصباحك بنؤمن والمسا بآمين، ربك فقط عن تصعد ركابك، عرفتك بانك شاعر وموهوب، ومرجع صداع بغربتك محسوب، مش بس وحده كتار بيقولوا، فاتح قلبك للصداع دروب، كل اللي هوني بيعرفوا انك بتحط عذوقك كبر سنك، وعمر المقام من البداية كبير، ومن جهتي أصحاب عندي كتير، وأحسن ما عندي بالدنيا منك. هذا صار قصيدة جديدة بقلب كتاب، بلش بكتاب تاني. بدل واقف؟ أوكي بدل واقف. أنا ما كنت بدي أعمل شير بالزمان، كنت بدي أعمل دكتور. الله بعمل خوري خوري بدنا ما تعمل خوري قبل. نعم دكتور خوري إيه، لأنه أنا في المرة أنا رحت عند دكتور علي فضي تعمل سنين لي مرة، وقت اللي أمدي السن قلت له بدي أخذه معي على البيت، نسيته بعد شيء بالبريد، بس وقت وصل عندي لقيت مغير لونه برمين شر وحط لي واحد بدله. أصل مخبينه عنها. وقت اللي كنت أنا بال قاعد عند الحكيم دكتور قريش، قاعد عنده في مرة خطيرة يقعد يشم مني، بدأت تسير،
قلت لي ايش في طابلوك يعطوها دار وشي مثل هيدا؟ قلت له انا كنت بدي اعمل حكيم. قلت له صحيح؟ قلت له ايه. قلت له ليش ما عدتعمل؟ قلت له اخر شيء بالفحص سقطوني عنت في صغيري. عالمي. ايه قلت لي ايش؟ قلت له سألوني ايش البنادول؟ قلت له معرفة. قالوا لي بابا كنت معي. وقت الخوري. الخوري؟ قلت لي وقعت انا وقعت رحت على المستشفى وقعت على ظهري حكم لي نزيف داخلي براسي ثلاث محلات. صار وجهي اسود مثل الفحم كاني بلاك نيجو. بقى انا بالمستشفى اللي جود حكيم بيتصلوا كلهم فزعوا علي لانه ما نزلنا الا شيء الا يجوا يسالوني كيفك وكيف بالاخر قلت لهم عم توزعوني بالمجدي ولا عنه من هون نشوفه لانه هني قتلوا هم ما نزل دم. بالاخر انا الا كل ما تجي الناس تعبت قلت له المركي بدي يجيب فيديو خليه يقول لي يا اخي بيسال ويسال وعاد في نقلات وبانكت بدي نعرف تعدي وعي او لا الا شيء وحدي الثاني نسيت انه اذا عم تتعلق بالمستشفى انه بيصير تحت حكيم زيتي روح عن بالي كنت مصدق الا انت جاي قلت خلص ارتاح منها هيك انا قلت لك ايدي هيك الا جيت لعندي قلت لي يور هيد بلايين بلايين قلت لي Once it's like that when you're born, I said, no, it was like that. مش تلاقي بخط الكون شامي عشفتها بلادي الابتسامي. الهجر هوغاب عنها ما نسيها معه بتضل بالصف الامامي. الكلمة الان رئيس جمعية مش تلاقي الاستاذ قنطن الخيوط. سلام عليكم. مساء الخير. شربت حساب اليوم الموسم الربيع قلت لنا جايين عم جلية وين طلعت على الجبل فرسين الشتوية مش معقول. على كل أحوال أهلا وسهلا بالجميع. Thank you شربت. I'm going to speak in English. لازم مالا Isam, it's a pleasure listening to you, and I look forward to hearing more about your book. There is nothing more difficult than to bring your thoughts together and to make a book from your thoughts. The Lebanese are very good at it. They can draw words from everywhere and create poetry, write books, do amazing things. But when you see the actual, the real people that have written these things, and you see how close to you they are, you feel very proud. And I feel very proud today. I feel proud of this guy, Shadbed, certainly proud of Isam, he's famous from many years back. But tonight is something I want to say about Shadbed. Shadbed is a poet, he's well known. Every social media you hear about Shadbed, he's been through a lot. But his memory and his works are going to go on for a long, long time. Long after we've gone. Because he's recorded everything in these things, these books. You don't eliminate them. And just recently, Badam Bahia went to Mizdaya. I don't know if it was the first time he went to Mizdaya, but everybody loved her and loved what she was doing. She wasn't promoting herself, she was promoting the son of Mizdaya, Shadbed. And for that we are extremely grateful. We saw what you were doing, we saw how you went all over Lebanon, it was fantastic. And we even saw how you went to Malaysia too, but you had an ulterior motive there. I think there's somebody over there who's waiting for you. But it was fantastic what you did, and thank you for showing Shadbed to the world, because you've done some amazing things. Thank you. It's very, very, very grateful. Shadbed. I think that does deserve a good round of applause to Bahia and to Shadbed. Everybody from Mizdaya is very proud of you, Shadbed. Thank you. And tonight, it's a small gathering of many thousands of people that would welcome the opportunity to sit with you and to congratulate you and to listen to your words and to your poetry and to your writings.
I hope you never stop. I hope you keep going for many, many years, and I hope you fill the world with your speaking and your talk. I've said on a number of occasions a small phrase that sticks with me for a long time. The great and the late famous John F. Kennedy made a statement, and I repeat that, and I've repeated it many times, I'll say it. He said, ask not what my country can do for me, rather ask what I can do for my country. And then he got up, and everybody announced that this was the words of John F. Kennedy. But in fact, these were the words of Gibran Khalil Gibran, a man from Lebanon, and a man who will never be forgotten. Shabil, you're one of those people. You're of that ilk, where in years gone, in years to come, our children and our grandchildren, our people who follow us, will look at your books and use your words and your phrases. Keep it up, don't stop, and I hope you never forget your origins of Mizraya. Tonight, you are all from Mizraya. Welcome. Thank you, Shabil. Thank you, Hassan, for what you've done. We've got some prizes here, some prizes. We've got some awards you want to pass around, please. This one is to the author, Sam Milky, and it says, thank you, poet Sam Milky, for your book, Shabir Baini, The Poet's Ornament, Mizraya. Congratulations, thank you. هي صوري انا ما فيني صوري لحو بوديلي بوديلي يعني حبيب القلب قربوا قربوا لهالمين هالمين فيني صوروكم أنا لو أفضلش لأني أقول بيه فينا أنت مرة ما أقول بين بالك حسام حط على الطاولة وهيدي عصام ملكي ملك الأشعار والأطيار بالتاريخ أهلا سفير Dr. Bahia, we have something here that a picture that I think you would appreciate. It's the patriarch, where he's holding the book and you're presenting him with the book of Shabir. Thank you very much. Gorgeous. Thank you very much. سألوني سؤال كلهم يعني سند بوك وثلاث ارباع البوكس صغار وكبار وقالوا لي يا عمي كيف بدنا نعمل تجيب شرب اللي بعيني على لبنان قلت لهم دبروا له عروس بابا اجوا بحياته سعد اجوا صغار طويله قالوا لي شرب اللي بعيني من تعرفين منيح منيح مش هيك قلت لهم ايه قال بيقوس قلت لهم ما بعرف سالي سركيس